عقد مجلس النواب جلسته الثانيه عشره في دور الانعقاد السنوي الثاني من الفصل التشريعي السادس برئاسه معالي السيد احمد بن سلمان المسلم رئيس المجلس. وناقش المجلس عددا من الاقتراحات برغبه وابرزها بشان قيام الحكومه بتوجيه مصرف البحرين المركزي لتاجيل الاقساط المصرفيه والشخصيه والعقاريه خلال شهر رمضان المبارك فقط مع عدم احتساب الفوائد. بالاضافة إلى دعم صندوق العمل تمكين لرواتب معلمات الحضانات ورياض الأطفال اعتبارا من العام الدراسي القادم. هذا واستعرض المجلس إجابات أصحاب السعادة الوزراء حول تصاريح العمل للأجانب التي تم إصدارها لجميع الوزارات والهيئات والشركات التي تتبع لشركة ممتلكات منذ عام 2022 بالإضافة إلى معاملات فتح رسوم البلدية. إلى ذلك وافق المجلس على اقتراحين برغبة بصفة الاستعجال وقرر إحالتهما إلى الحكومة وهما بشأن قيام الحكومة بتوجيه البنوك التجارية لوقف الزيادة على فوائد القروض الشخصية والعقارية المبرمة عقودها مسبقا وبشأن قيام الحكومة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتوفير جهاز التعرف الأوتوماتيكي للقوارب والسفن. إحنا قدمنا سؤال حق وزير البلديات بخصوص عن تسجيل عقاري واهميته من الجزر المغلقه وعندنا نفس ما تعرفون في الدائره الخامسه عندي عده جزر من ضمنهم الديار المحرق وامواج ودنمونيه عندي الله يسلمك في جزيره امواج ما يقارب يمكن فوق العشره الاف نسمه انت لو بتشوف العالم كله ما في جزيره مغلقه فيها فوق العشره الاف شخص ثاني شيء انت تقول لي جزيره مغلقه فيها فنادق فيها شقق فندقيه فيها محلات تجاريه فيها سياحه ما يصير جزيره مغلقه وفيها هذه الامور احنا نتمنى من حكوماتنا الرشيده النظر بهذه الامور. اليوم كان عندنا سؤال لسعاده وزير العمل الا وهو ان طلبنا عدد التصاريح التي صدرت للهيئات والوزارات الدوله بما فيها شركات ممتلكات البحرين للوقوف على اخر ما استجد من توظيف الاجانب في الوزارات الحكوميه والجهات الحكوميه بشكل عام.